صباح الخير يا فندم. صباح النور. قول لي الطوب ده فاضل منه كم متر؟ 14 متر. اخدهم كلهم. بس الهانم عايزه من هي الهانم هتاخد قد ايه يا فندم؟ 14 متر. للاسف هو ده اللي فاضل عندنا من النقشه دي. طب ايه رايكم لو كل واحد فيكم ياخد 7 متر و7 متر من طوب تاني؟ ايه رايكم؟ مش ممكن. المسألة دي تعمل عندي مشاكل. والله أنا اللي طلبته الأول. على العموم أنا متنازل الهانم عن حقي. حقك؟ شوف لي توب تاني. حاضر. اديني دستين من دول من فضلك. حاضر. وبعدين بقى؟ ملابس اطفال داخليه من فضلك. 18 20 22 27 32 النمر كلها مظبوطه؟ كم جوز دول؟ 6 جواز. اظن ما يصحش كده. في حاجه يا فندم؟ ده ثالث ريون تدخل ورايا. وراكي؟ الهانم فاهمه غلط. ده مجرد صدفه. وصدفه كمان انك تطلب نفس اللي بطلبه؟ يجوز. 11 18 20 22. اذا كان ده اسلوب جديد للمعاكسه فده هيكلفك غالي قوي. قليل الادب. حاجه مش اسفه. سامية؟ نادية! مش معقول يخرب عقلك، كنت فين السنين دي كلها؟ أنا بشتغل أخصائية اجتماعية في مستشفى الطلبة. وأنتِ؟ أنا متجوزة يا أختي وقعدت في البيت. قوليلي أنتِ وراكي إيه النهاردة؟ ولا حاجة. خلاص تيجي معايا نتغدى سوا وأعرفك على جوزي ممدوح. بس مش بس ولا حاجة عشان خاطري. طيب إديني العنوان أودي الحاجات دي البيت وبعدين أحصل. طيب قوليلي وأنتِ متجوزة؟ كنت. وبعدين؟ مات. الباقية في حياتك. على العموم انتي لسه صغيرة وزي القمر والف من يتمناكي. ما افتكرش. ليه بقى؟ مين مجنون يتجوز واحدة عندها ست عيال؟